أنا فتاة مسلمة محجبة عمري 20 سنة وأدرس علوم الحاسوب في أمريكا وأقيم مع أهلي هناك، وأنوي بعد الدراسة الأولية أن أدرس علوم الفضاء. عند انتهائي من دراسة علوم الحاسوب وعندي حلم وأمل أن في يوم من الأيام أكون رائدة فضاء، يعني تسافر في الفضاء زي جاجارين. أول واحد راح مين؟ كان اسمه جاجارين. وحاول علماء الفضاء أن تصعد المرأة وأن يصعد الحيوان، حتى إنهم أرسلوا كلبة تسمى لاكي، وذهبوا حتى وضع بقدميه أرمسترونج قدمه على القمر. فأنا أريد أن أنا أعمل كده هون. فقالوا لي هذا حرام، قالوا لها هذا حرام. فهل فعلا ديننا يحرم مثل هذا؟ لا، ديننا لا يحرم مثل هذا، وما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سليم بنت ملحان أن تحضر أحد، هي وزوجها عبيد الله بن طلحة، وكانت تدافع عنه بالخنجر، وكانت أم عطية تداوي الجرحى فتكشف عنهم وتداويهم، وكانت النساء الحاضرات للحرب يكشفن سوقهن وهم بيتحركوا بيعلوا جبل وكذا إلى آخره. رسول الله لم ينهى المرأة عن أن تذهب إلى السوق بائعة وتاجرة ومشترية. النساء هن اللائي كن يردن البقاء في البيت، النساء هن اللائي كن يرون أن المرأة التي تخرج هي أقل في الاستقرار من المرأة التي تبقى في البيت. هذا شأن النساء وليس شأن الدين. الدين ساوى في التكليف وفي الحقوق وفي الواجبات بل وفي التشريف بين الرجل والمرأة. قالت يقولون لي إنك ستكونين في خلوة غير شرعية. هذا كلام تافه، لأن إذا خرجت في الفضاء في مجموعة من البشر كما خرج الأمير ابن سلطان ابن عبد العزيز فهو في مجموعة من الخلق، ولذلك لا تتحقق تلك الخلوة التي استدلوا بها. فحلمك جائز، وهل هو أولى ما تفعلينه ستثبت الأيام ذلك. هل عندك من القدرات الجسدية أن تتحملي ضغط الهواء؟ دي حاجة بقى تانية ملهاش دعوة بالدين، ليها دعوة بالشخص ده. أنت هتعرف ولا مش هتعرف؟ أنت هينفع ولا مش هينفع؟ دي قضيتك أنت. لكن كون مصدر الدين في هذا، فالبنت تكره الدين وتكره أحواله، هذا ليس بسديد. الحاصل أن النساء شقائق الرجال، وأنهن اشتركن في كل شيء، وعبر التاريخ الإسلامي هناك أكثر من 90 امرأة تولت الحكم. نعرف منهم واحدة بس اللي هي شجرة الدر، أبدا 90 امرأة أتيت بهن في كتابي. وهناك من تولت رئاسة القضاء، وهناك من تولت القضاء، وهناك من تولت الحسبة
وجعل عمر بن الخطاب الشفاء على السوق حسبة. لم يحدث إطلاقا أن ميز المسلمون بين الرجل والمرأة، ولكن هناك نسبة لأمور تتعلق بالجسد. جراح القلب كم واحدة امرأة في العالم؟ يمكن 2 أو 3، لأن جراح القلب يحتاج أن يقف بالساعات الطوال، يقف 11-12 ساعة وهو في العملية. المرأة لا تستطيع أن تفعل هذا بتلك الكيفية، فهي المرأة نفسها مش عايزة يا أخي، مش إثبات حالة هي، إنها إلا لازم نحطها في كل حتة وكذا إلى آخره. لكن الدين ما قالهاش ما تشتغليش كده، إنما الحاصل إن في العالم كله من واشنطن إلى طوكيو ليس هناك جراح. والرجال يمكن لتفرغهم، يمكن لكثرة نشاطهم وخفتها، يمكن كذا وكذا إلى آخره. من هو كما يقول العقاد رحمه الله تعالى، من أفضل شخص يعني طاهي تجده من الرجال، طب صاحب الأزياء تجده من الرجال، طيب صاحب التصميم في الأثاث تجده من الرجال، طب لماذا؟ ما تسأل المرأة لماذا. لكن الدين قال لا ما تعمليش أزياء، شانيل عملت أزياء، لا ما قالهاش ما تعمليش أزياء، إنما الحاصل في العالم كله ولا علاقة ذلك للإسلام ولا حتى المسيحية، ده هذا شيء اختياري اختياري، وليس فيه أحكام مثل هذه الأحكام.